مرحبا، اليوم بدي ارجيكم جيم اسمها بون ريزر مينيونز. اشتغلي يا كنترولر، اشتغلي. طيب، بون ريزر مينيونز. هاي الجيم مثل فامباير سيرفايفرز اذا بتعرفوها طبعا. اظن المشهورة صارت فامباير سيرفايفرز. حنعمل بلاي جيم وارجيكم الجيم كيف. بهي الجيم طبعا مثل ما كنتم شايفين بيكسل ارت كتير قديم شكله، بس مو مهم. انت حتاخد كاركتر، الكاركتر من هون فيك تختار الكلاسز موجودين كلياتهم، بدك تختار اي واحد بدك اياه. مثلا هون سبراوت بروتيتوز، ستاو ار بوتيتو، هاسس سبسس بران، مدري شو، وشير ذا كندريد فيجي سبيريت وذ اول برو مينيونز. مو مهم، المهم كل كلاس له خصائص. كيف مثلا هون خلينا ناخذ اللي هو العادي. حتيجي فيك تعمل ابجريدز من هون. حتيجي هون مثلا تقول له ابجريد الكاركتر الباورز تبعوني. طبعا انا فتحته كلهم علقت بالكم منيح. وعندك اللي هو الهيرويك فورس. هون بدك تصرف الفلوس تبعك لتعمل ابجريد للاشرار، فحيصير هدول اللي حييجوا يحاربوك. تمام، فكل ما لفلتهم اكثر كل ما اجوا حاربوك اكثر. هلا عم تقول ليش صعبه على حالي؟ ولا صعبه حالك، بصير بيجوك هدول بتقاتلهم بيعطوك بونز، بتصير بتلفل اكثر بالجيم. عرفت كيف؟ فبصير انت كل ما قتلت حدا بالجيم حتاخذ بوينتس، هي البوينتس فيك تستعملها لتعمل ابجريد لحالك. فبهي الطريقه هي بتصير انت بتتقدم. في عندك كمان السكيلز فيك تجي تصرفهم هون لحتى مثلا when thou hurt temporary boost running speed، يعني في هيك اشياء. طيب انا حاعمل اكزيت وحنروح نظبط. اول شيء خلينا نغير الكلاس. انا بدي اجرب اللينش نيكرومانسر. very bones of weak will the dreadful as they approach. اوكي فاين، يعني شيء هون حنعمل ابجريد لهات ونحط هدول. مثلا انا بدي اصرف البوينتس اللي عندي هدول. شايفين هدول فيك تقراهم كل واحده واحده. نوت ذا سمالي بارو بونز دونت كاونت كذا. ايتش اند افري ليجن مينيون بوست ذي ار ماكس هيلث. Battle Boners have a chance of spawning as a Skelly minion. إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فمثلاً هنعمل upgrade لهدول كلهم ونروح نقاتل. طيب هنروح واطلع على المشن. طبعاً هون كمان فيك تختار الخريطة اللي بدك تروح تحارب فيها. أنا already خلصت هاي، مشان هيك حاطط لي النجمة هاي. فحنجرب اللي بعده. أوكي؟ في عندك كمان اللي هو الأوبشن إنك تعمل architecture mode، اللي هو فيك تيجي تعمل ابجريد للاشياء الموجوده بالخريطه. اوكي، فمثلا خليني ارجع هون انا مشان لاني عامل اوريدي. بقول لك لا هاي مثلا في مثل هلا هي الفكره وين. انت واحد ساحر شغلتك تقوم الديد ويقتلوا معك. تمام، بالبداية بيكون معك واحد صغير هيك، بس بعدين مع تلفيل وكذا بصير معك مجموعة كبيرة. هلأ الحلو هون انه انت حتجي في بعض طبعا مقابر اللي حواليك فيك تعمل لها upgrade. مثلا تجي تقول اعمل لي deploy لهاي. هاي مثلا خلينا نشوفها وينها. اللي المقبرة وينها. family burial also boost chance of كذا. وينها هاي 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 cadaver coffin. فيني ابني منها ثلاثة. حاجي ابني مثلا واحدة هون واحدة هون واحدة هون. ما عاد عندي فلوس لان حق 450، فهيك حاعمل ابجريد للماب. تمام، فمشان هيك انا حارجع انزل. ايه خلينا منيح. ممكن مثلا فاير اراوند ات بوزيس بوست كذا. ممكن تحط مقبرة هون مثلا، هذه بتزيد عدد الزومبيز اللي معك. شايفين هون مثلا ما عاد عندي فلوس، فحنروح ونقاتل. هلا حتشوفوا شو فكره القتال. في طبعا اوبشنز ثانيه كمان فيك تجيبها مشان التنويع. هدول الوحوش اللي معي انا ما بعمل شيء، انا بس بتحرك. الوحوش هن اللي بتقاتلوا، فانت شو حتعمل؟ حتصير تلف وحتصير تلم العظام. تمام؟ كل ما لميت عظام حيعطيك اوبشن انك تطلع وحوش جديده. فمثلا انا حاجي اقول اوكي طلع لي هذا الشبح. هذا الشبح حيمشي ويصير يبزق على الـ على الـ على هدول شو اسمه. هون مثلا حيجي افتح هذا الكوفر، طلعت سكلتن جديد حيجي يحارب معي، وهكذا حصير امشي ولم العظام. طبعا هدول كل ما لون حيصعبوا حيجوا مجموعات اكبر واكبر. حاخذ الزومبي، الزومبي صريف. حالات الزومبي انه لما ياكل حدا
بيطلع وبيبلشوا لما ياكل حدا بيحولوا لزومبي، بصير عندك جيش زومبيز. هناخذ هذا. ايه فكل واحد منهم مثلا واحد بيرمي اسهم، واحد بيرمي سيف الى اخره. فشوي شوي هذا. هلا كمان مع الوقت حتطلع شغلات مثل سبيلز، مثل هذا حاعمل سبيل هون، فطلعت هاي كره النار. انا معلش حرقتها بس معلش خلينا نتفرج عليها. كره النار. ممكن كمان حتلاقي ريليكس، الريليكس هذول فيك تاخذهم تستعمله لتعمل شو اسمه بيعطوك باورز. هلا هون مثلا حتجي تلاقيهم هون تحت، الجيش تبعي محطوط فوق حتشوفوه. طبعا عليكم صار في 2 زومبيز، انه واحد منهم اكل واحد وتحول لزومبي. نلم العظام، هنروح هيك. فينا نوقف هون بالنص وما نعمل شيء عادي ترى، بس بعد شوي ممكن يجوا ناس يرموا عليك اسهم كذا، فلازم تتحرك. هاي الاوبشنز. سكالي كي هذا بيفتح لك الصناديق بسرعه. هذا مثلا الاويلي فيت بخليني لما اعمل داش اللي هي في حركه بقدر اعملها، بصير برمي نار بالارض. Every 5 seconds I lose 5 score but gain 1 more. ممكن بوست بون ريز chance of being offered برو مينيونز by 25%. هلا هذا حلو الصراحه البرو مينيون، لانه البرو مينيونز هن السبيشال، بيعطوك هيك مثل باورز زياده. حناخذ هذا. هذا بصير بيضرب كهرباء. طبعا هذا ليفل 3 بيكون اخضر بعدين بيج بعدين بيصير زهري. الزهري هو اعلى واحد. طبعا بعد الزهري كمان ممكن حوله لديم، بصير بيعطيني كمان بوينتس اكثر. طبعا هون الفكره هي بيقول لك كل ما كتروا المينيز تبعي كل ما كان عندي باورز اكثر. طب خلينا نقوي هاد. اوكي كمان ندمج اثنين ونعملهم واحد كبير. شايفين هيك مثلا هذا الارشر صار كبير، صار يضرب. شوف السهم تبعه بفوت ب 700,000 واحد، ففيك تعمل جاينت مينيز. فانت كل ما عم تلعب الجيم كل ما فتحت اشياء جديده. طبعا انا هلا مفتوحين كله، بس لما بتكون عم تلعب اللعبة جديد بتصير بتشوف بس اللي هي. هلا هون فتحنا هذا الصندوق اخذنا الجواهر، بعد تعطيك سكور، السكور هذا بتحول لفلوس اخر المرحله. فهي هي. طبعا هون مثلا خلينا نرجع هذول الاثنين نعملهم واحد كبير. هذا معه فيست، حيروح يكسرهم بالفيست. طبعا هلا كمان ممكن نحاول انه نعمل الابجريد للزومبيز مشان يصيروا زومبي كبير. بالاول بيكونوا مسكرين، بعدين شوي شوي تقعد تستكشفهم. طبعا كبسنا هون، حنفتح هاي. بيقول لك هون خلينا نعمل ندمج لاثنين مشان يعطيك واحد كبير هون، او نعمل هاد نحوله لديمن. تعال نحاول هاد لديمن. طيب عندنا هون اوبشنز، هذا بيقول لك بصيروا كلهم اسرع. هذا بخليهم لما يضربوا يطلع اشباح يحاربوا معهم. هذا بيقول لك اذا حدا ضربك بتصير بتزت اشياء بتلزق اصلا خلا. طيب this lonesome heart fully heals the اوكي بتعطيني هيلث بتعطيني 20 زياده. لا حاخذ هذا مشان يصيروا كلهم اسرع، لانه عندي كثير زومبيز وهذا حيصيروا يتحركوا. طيب هذا هون حيعطينا سبل، فينا ناخذ السبل ونستعملها. بس هذا حيصير يضرب نار من الهواء. لو الشيء اوكي drains your health but I can gain bones. اوكي انا حابب اعطينا بونس. حنعمل ابجريد للزومبي يصير كبير. هذا واحد صار زومبي كبير، هلا كمان بصير اقوى وبياكل اسرع وهيك. فكل مره في بتلاقي واحد مثلا اقوى من اللي قبله. Fabricated essence that gives a hero soul bone race. However, it won't gift a relic or hero soul meta. طيب هذا حيعطينا bone race، يعني skeleton حيعطينا وحش. هذا حيعطينا chance إنه يكون في relic بالصندوق. حلو. هذا ظريف وهذا ظريف كمان. لا بس هناخد هذا لأنه relics هن فعليا بيعطوك الباور المضبوط. طيب هنعمل upgrade لهذا، حنرجع مع الاثنين هذول ونعملهم واحد كبير. هذا حيزيد الشانس لل 50%. منيحة. فهلا اذا طلع لي صناديق بصير بقدر استفيد منه مضبوط. طيب مرات بيجيك ناس بيحكوا معك بيقولوا لك اوه بتعرف شو خلينا نعمل هاي الشغله. Shall I give the fellow one of my book؟ اوكي معطيه واحده، قال بعطيني واحد من هدول الصغار اللي عندك. في منهم بيطلعوا اذا عملت سكيلتون بيطلع معه سكيلتون صغير، هذا اسمه بارو بونر. شور خود واحد ما اعطاني شيء بداله، حيوان. طيب مرات بيعطيك جائزة، عرفتوا كيف؟ بتضحي بواحد مشان يعطيك شغلة بداله. طيب خلينا نطلع بقى مجموعة جديدة من هدول.
طيب نعمل هذا collect collect collect. في هون جواهر كتير جواهر بوينتس فعليا، الا اذا عندك ability تحول لك الجواهر لبونز مثلا، بس تقدر تلفل فيهم. طب حنجي هون نفتح الصندوق، ممكن يطلع لنا فيها، ما طلع لنا فيها شيء. جاش السوامبرز، اوكي اجوا هدول هلا. اطلع هيك، طبعا هدول فتحناهم المقابر فما عاد فيهم شيء. هذا لحقني بسرعة. طيب هذا ممكن نعمل له ابجريد، يصير كانونير، بيصير بيضرب قنابل. نهرب بس مشان ما حدا يضربنا. هلا كمان شوي شوي انت بتعبي هذا لما بتقاتل. هلا اذا جيت طلعت هون ممكن يكون في عندنا ابيليتي بتعطيني هذا، بس ما عرفت انه واحده، مو مشكله. بعد عن هدول الكرات. لا 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 لا. ايوه فينا نفوت هون، فينا نفوت هون. حلو تعال تعال هيجا. ايوه 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 بدنا نلاقي طريقه نكتر عدد الزومبيز. ولاحظوا الخريطه مو كبيره، اه يعني كتير هيك كونتين. بهي فكره مثل فامباير سيرفايفرز، اللي هي انت ما بتعمل شيء غير انك تتحرك وتختار اشياء، الجيم هي لحالها بتمشي. طيب خلينا ناخذ اللي هو فروتي برو، بيعطينا هيلث. اتاك. لا 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 لا. على فكرة بهاي الجيم بتموت بسرعة، هيلثك كتير تعيس. حتى اللي الكاركترز اللي هيلثهم كتير كمان تعيس. ففي تعيس وفي أتعس. طيب يا لا لا بوع. طيب هون هذا بيعمل ترابس بلاد منيحة. شوفوا شلون عم يحط فخاخ. اوكي في صندوق هون، بدنا نشوف شو بدنا نصل له. عمهل عمهل عمهل. هلا جاي بوس، هذا البوس. طيب هن حيتركهم بس يقتلوا، بدك تحاول تهرب منه. طيب هلا هون حنجي ماجيكال تشيست، ماجيكال ميراكلس ابير اور ار دي. ممكن بول اوف دوم، كورسين جايز، هذا حيعطينا اندكس بلاستد اكاست كورس بالفيد ان ذا لاندز بلا بلا بلا. خلينا على الصندوق، اعطيني صندوق. ايه انفجر بوشي. طيب بعد 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 بعد. لا 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 اعطيه شو. خلص خالص نرجع هون ناخذ ال. طيب نعمل صمل لديمن، نحول هذا لديمن كبير، او ممكن نعمل ابجريد لهذا. لا انا حاعمل ابجريد تبع الفخاخ. طيب ماكبايب مونوكلز سيرن انسايت، هذا تشانس هيومن ميز دروب جيم. طيب هاي يمني حالة. تعرف انا بس عم بطلع هدول ما عجب، رح اعمل بي. عندك ري رولز شايفينه على اليسار، فيك تعملهم بصير بيعطيك خيارات جديده. كريس سيمبل اورا حواليك، اولسو بوست جاينت مينيونز، مالدا سبورز. انا بقول ممكن ناخذ جاينت مينيز، بس لا اعمل لي ري رول ثاني، خلينا نشوف اذا طلع لنا شيء صريح. واترينج كان بوست ري جروث اوف يوز كونتراكشنز باي 50% فور اكزامبل اكسبلود مور ري رول مور كويكلي. انا بقول هاي مشان يرجع لي هذيك المقابر. ممكن ايه. طيب ايثيريال شوز حيزيد حركتي بقرب، هاي منيحه. سامونز ون اوربيتال انرجي حيصير حواليه شغله، او ما ايش نعمل واحد ثاني نجرب. حظا مش كما في عندي خلص بقيان هاي. offered more raise relic or choose bottom option thou shall gain an extra reroll. demon hole create a simple sullen urn. sullen urn اوكي هذا حيعطينا ghosts ثانيين، يعني ممكن اذا رفعنا عدد الghosts اذا اجانا ghost ثاني بصيرنا نعمل له upgrade، اذا لانه من الدلوجن سوا بصير ghost كبير فبصير اقوى كثير. بدنا طريقة نرفع عدد الزومبيز، هذا اللي أنا بدي إياه الصراحة. يعني شوي شوي بس بس بس. هدول سممونا. طيب هذا بيعطينا، هذا بيقوي البقايا. أوكي نعمل هذا فود كولر، نعمل دامج حلو. لا لا هيك مو منيح،
بدنا هيلثي يا جماعة. خلصوه. ريكو فتح لي اللوج. هون فيك تشوف كل الوحوش وهيك. كل واحد وعاملين له شرح. وشو هو كذا. ريكو حتى مو فاتح كل الوحوش لسه بالجيم. المهم رجعنا الهيلث. طيب يلا يلا يلا. وقف هون خليك هون. حلو. نرجع نلم هدول. ونحاول نجي على النص. خلصوهم. بدنا بونز. طبعا كل ما قدمت بالجيم كل ما صار اصعب انك تجيب بونز. طيب. سول بليدز. هاي بانشمنت. ايه بانشمنت سكرول. هعمل لها بانش. يعني ما تطلع لي مرة تانية. وهي كمان لا تطلع لي مرة تانية. سول بليدز. خلينا ناخذ هاي. خلي الاشباح تهجم. شايفين هدول الاشباح اللي بيطلعوا بيطيروا؟ غير اللي عم يمشي اللي له رجلين. طيب نجي هون. ناخذ هذا. بدي زيد عدد الوحوش اللي عندي. مشان يزيد هيلث. كل ما كانوا وحوش كتار كل ما كان هيلثي اكتر. هذه هي الفكرة. اوعى 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 اوعى. طيب. فينا نعمل ابجريد لهذا ليصير ديمون كبير. او ممكن اجمع الصغار هذول ليصير واحد كبير هون. او ممكن تطلع هذا اللي هو بيصير بزت كاسات. بيصير بزت قنابل. تعرف؟ خلينا نعمل ابجريد لهات. هات حلو. هذا كل ما عملوا اتاك بيعطونا هيلث زيادة. بوك اوف جراجز. توم سيت تو بوست دامج انفليكتد باي ميني بوسز ابون. اوكي. Emerald, the exquisite rail jewel raises your score by كذا بس بيزيد لك هيلثك. لا خلينا على هذا اللي بيرفع الهيلث. هذا على الاقل لما يقتلوا هن وحوش بيرجعوا لي هيلث. That's good. طيب نرجع على اليسار حتى نلم هذول. قربنا. Contraption spirit shall be randomly transferred. لا لا لا. Trap surprise. Abracadabra haste. كل المينز حصيروا سريعين. وهذا will be. لا حناخد trap surprise ونزت traps هون. خليهم يجوا. Bone raise. نعمل هاد. لا هنعمل هاد عشان نرفع health. بيقاتل معنا كمان هذاك pumpkin. بيهاجم بصير بيروح بينفجر مثل الارهابي يعني. لا لا تبان هدول زومبيز على الاقل بيطلع عظام. هذا المهم. في بعض الوحوش ما بتطلع عظام ترى بتطلع بس جواهر. يلا روح يسار يمين تحت فوق. بس بس بس. اي اي ناخذ الهيلث. ما رجعوا فتحوا هدول. كنت متامل يرجعوا يفتحوا يعني مشان ناخذ كمان وحوش. ناخذ شايفين مثل هدول السلايمز. السلايمز ما بيطلع منه العظام. ما عنده عظم اصلا يطلع. اوكي هذا ميرشنت بيقول لك ادفع لي فلوس وخذ غراض. فانا ممكن اقول له بتعرف اعطيني اعطيني هاي مشان يصيروا اسرع. ممكن ايه هاي وهاي هاي وهاي. وهذا واحد تاني بيقول لك اعطيني سولز بعطيك هدية. فممكن اخذ هاد مثلا. او ممكن اخذ الهاد فور سول. لا ممكن بوست دامج اوف اول مينيز افليكت اون مينيز. However you suffer 10 more damage. لا خلينا على هذا بيعطيني هيلث لما يقتلوا الوحوش. بصير اسرع بيعطي هيلث يعني اسرع. في جهه في واحد بيقول لك انه اذا عملت هيل وانت فول بيعبي لك يا برا. بدي هداك انا بيطلع. طب ناخذ هذا عشان نرفع كمان الهيلث تبعنا زياده. بعدين بصير نجمعه ونعمل الكبار. يلا ايوه ايوه
بعد في تريجر تشست وين وين وينه ليك هونيك. فعلى مهل على مهل على مهل يا ساتر. جانا هاي هذا بيقول لك all these contraptions may respawn their benefits for example. حلو ممتاز ناخذ هاد. حلو اعطانا هذا اللي بيعطينا بونس ناخذ هاد sacrifice. yes بيعمل upgrade للوحوش. لا 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 بعد هات هات ما حسبها هيك ما بيحسبوا هي بس مره واحده بالجيم. اوكي طيب فاين. هذول هذول بالذات يعني شكلهم عليهم سبيشال اوفر. ناخذ واحد من هون نعمل دمج لاثنين هون ونعمل لهم واحد كبير. بروكن بونز ايتش بون ريز كان هولي بلوم اول انفليكتد اون بيس مينيز از بوستد باي 10%. لا حناخد هاد هذا حيصير يطلع لي فرصة يعني بيطلع لي هذول السكلتنز الصغار في السطون أكبر بصير يطلع لي واحد تاني. ليكو هذا راكب على تنين ناخد عظامه للتنين ما هيك. هاي واحد تاني أو ممكن هذا التانجلر. لا خلينا على هذا البوب احنا بنحب الأشباح يا ساتر. يلا هاي هون عظام مظبوط هذول أحلى شيء. هون عظام تمام. شوفوا كل هدول العظام وما عملت ليفل اب. صرنا 9 دقائق اكثر من 9 دقائق. بس صحيح في وقفات اللي هي وقفات الاوبشنز وهيك. طيب يلا هلا حيجي البوس الكبير بعد شوي. ما عملناه قبل شوي ابصان هذا الليفل 2. اوكي هنجي هون هنعمل upgrade لهذا خليه يعمل الليفل اللي بعده. هذا ظريف إذا نعمل ديمن بيكون فظيع. طب شو رأيك تبعد عني هذا chest 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 please أعطيني relic. أعطاني relic لا هذا spell. طب هذا بيعطينا heal هذا منيح. شو رأيك نبعد عن هون. أيوة أيوة يلا شباب يلا شباب اي هيل هون ساتر. طيب هذا بيعطينا شركن هيد. يس شركن هيد هذا اللي بيعطينا زومبيز كثير منيح. بصير نقدر نعمل زومبيز اكثر. ابجريد لهاد ممكن مفيد مفيد يا ساتر يا ساتر. في هبل هون جنان لا اوه كريستال بول هذا بيزيدنا العدد الترافلينج. كرابتد ريليك جيلي ديل هذا بيعطينا هيلز. كريستال بول بيعطينا ترافلرز اكثر فالايفنتس هي ممكن تعطينا اشياء. طيب كل واحد حر طبعا طريقه اللعب تبعه. ممكن اذا سمحتوا هذا الكبير هذا اول مره بعمله ديفارس سبيريتس اوف ايفريثينج ذات تاتشز. شوف ما احلاه ليك 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 والله انه فظيع ترى ليكو بغض النظر انه بيكسل ولا لا ترى الجرافيكس بالجيم فظيع يعني صح ما شكله مثل جود اوف وور مثلا ولا انشارتد بس الصراحه عارفاني شو عم يعمل. اوعى 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 بعد دايت. طيب هلا هيك صار معنا فلوس شايفينه تحول السكور لفلوس وبعدين فينا نروح نعمل ابجريدز وهيك. بس هي جيم طبعا في عندك اوبشنز انك تروح على خرائط مختلفه وكذا وكذا وكذا. شكرا كثير لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ونشوفكم بعدين.